قوي 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 علشان اقدر بعد كده ابقى متمرس على تقديم المعونه للعيان في المعلومه اللي هو عايزها. عشان تسهل على نفسك الشغل في العياده، اتعب قوي في البيت في المذاكره، اتعب قوي في تدريب نفسك. ليه؟ مجرد ما بتقف قدام العيان، الرصيد الكبير اللي انت حاطه في معلوماتك دون هو اللي هيساعدك انك تاخد قرارات انت نفسك مش هتصدق انك خدتها قدام العيان. ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك بالمعلومات الجاهزة، كله بيخش جوه قدامك بيتضرب في الخلاط وبيطلع معلومة سهلة وبسيطة وبتنقذ بيها عيان، ويمكن ده هو يكون مدخلك للجنة بإذن الله. إن شاء الله انك تنقذ عيان من حاجة هو لف كتير جدا 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 ومش عارف، وكتير جدا بتحصل معك. والله انا لف كتير جدا مش عارف. اوكي كده كفاية. طيب تعالوا بقى يا اولاد نتكلم على الديفينيشن. يعني ايه؟ هنبدأ بقى المحاضرة دلوقتي حالا ان شاء الله. يعني ايه كلمة انتيروباسيك ارثروبات؟ تخيلوا ان احنا خدنا نص ساعة تقريبا في التحضير، انا مش زعلان ومش متضايق، اعتقد ان احنا كده متحضرين كويس ان احنا نسمع الديفينيشن بتاع الانتيروباسيك ارثروباسي. انا لسه قايل دلوقتي قلت ان هو اسوشيشن. طيب انتيروباسيك ارثروباسي معناها ان العيان بيشتكي من حاجتين، معناه بيشتكي من ارثروباسي، ولاحظوا ان انا بقول ارثروباسي ما بقولش ارثرايتس طبعا. ليه؟ لان انا لازم ادخل معايا الانسيزوباسي، وقلت ان هو بروميننت، والانسيزوباسي برضو ملهاش علاقه بالارثرايتس. الحاجه الثانيه والمهمه جدا، انا قلت انسيزوباسي ما قلتش انسيزايتس. ليه؟ لان الانسيزوباسي اللي هنا في انواع، في اربع انواع من الانسيزوباسي، في نوع ديجنراتيف، في نوع ميتابوليك، في نوع انفلاماتوري، في نوع ديجنراتيف، وبالتالي نكتب احسن كلمه ديجنراتيف. خدوا بالكم بقى في الانتيروباسيك ارثروباسي، انا كاتب كلمه ارثروباسي علشان على اليمين زي ما انتم شايفين كده كاتب ان المرض دون في موجود معاه انسيزوباسي، موجود معاه تندنوباسي، موجود معاه مايوباسي، وبالتالي لازم اكتب انسيزوباسي. الحاجه الثانيه ان هو معاه انترايتس. طب ليه معاه انترايتس؟ علشان الموست بروميننت ليجن في الجاسترو انتستينال هو اللارج اند سمول انتستين. زي ما انتم شايفين الصوره، شايفين الموضوع منحصر ما بين السمول اند لارج انتستين. يا جماعه في صوت معايا، انا هستحمل ان الصوت ده لو استمر تاني هعمل ميوت. بعد كده كلمه اسوشيشن، في نقطة مهمة جدا وانت قاعد في العيادة بتسأل العيان بتاعك، بتقول له هو توقيت حدوث المفاصل اللي عندك ده، هو انا هو ليه علاقة بالجي اي تي؟ اه ليه علاقة. طب مين اللي حصل الأول؟ تفرق معاك كتير قوي. طب هو قبله ولا بعد؟ تفرق معاك كتير قوي. لا ده الاتنين مع بعض، تفرق معاك كتير قوي في العلاج وفي الديفرنشال. آخر حاجة مكتوبة هنا هو الأسوشيشن دون إيه علاقته ببعض؟ بمعنى هو الأرثروباس اللي عندي دون هو نتيجة، يعني حصل جاسترو انسينال تراكت مشكلة وبعدين ده أدى إلى حدوث الأرثرايتس، يبقى هنا هتبقى العلاقة بينها كوزل، ولا هو نتيجة، ولا هو جزء من المرض. يعني المرض عبارة عن جزء منه بيحصل فيه جاسترو انسينال مانيفستيشن، وبالتالي برضو دي هتفرق معايا كتير جدا في الديفرنشال دياجنوز. تاني خلاص وصلت لهم معايا يا جماعه؟ الدكتور حاجه من اتنين، يبقى شجره لبلاب يا اما نخله. شجره اللبلاب تطير من حبه هواء، انما النخله الجامده اللي الناحيه الثانيه دي، حتى الراجل اللي هو العالم الكبير ده كاتب عليها بيقول ان تري ويز سترونج روتس لافز ات ستورمز. وانا بعتبر ان كل عيان بيجي لي العياده هو ستورم، فعشان تبقى نخله قدامه ذاكره كويس قوي وخده كل التفاصيل اللي موجوده، علشان دي اللي هتثبت ارادتك قدام العيان. يعني ايه ممبرز؟ ما هو الانتيروباسيك ارثروباسي زي ما قلت لكم ما هواش معناه ارثرايتس اسوشيتنج الانفلاماتوري ديزيز.
الانفلاماتوري باول ديزيز ده احد الامراض بتاعه الانتيلوباسيك ارثروباسي. دول اللي احنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم عليهم في المحاضرات القادمه على قد ما ربنا ان شاء الله هيسر علينا سبحانه وتعالى. الانتيلوباسيك ارثروباسيز تشمل 6 مجاميع، تمام؟ اول مجموعه منهم اللي هي الاوتو اميون ديزيز، وده بتشمل 4 امراض: الكرونز، ارثراتيف كولايتس، الكولاجينس اند ليمفوسيتيك كولايتس. دي اول مجموعه او اول ممبر من الممبرز اوف انتيلوباسيك ارثروباسي. الممبر الثانيه انفكشوس انترايتس، زي مين؟ زي البروسيلا والويبلز. الاثنين دول انفكشوس مباشره للجاسترونستاينال، ومن ضمن الكومبوننت بتاعه المانيفيستيشن هي الارثروباسي. المجموعه الثالثه اللي تنتمي الى الانتيلوباسيك ارثروباسي هي مجموعه الميتابوليك. مين في الميتابوليك؟ هو عندنا مرض واحد ما فيش غيره، اللي هو المرض اللي هو بنسميه سيلياك ديزيز، الناس اللي عندها حساسيه مفرطه الى الجلوتين، وده مرض دلوقتي لحد ما بقى منتشر جدا. نمره 5 رياكتيف ارثرايتس، اللي هو رياكتيف 2 انترايتس. طب ليه انا كتبت في نمره 4 رياكتيف 2 انترايتس؟ عشان في رياكتيف لليوروجينيتال، وفي رياكتيف للبلمونري، وفي رياكتيف للسكين، وبالتالي الرياكتيف موضوع كبير جدا جدا، هناخد منهم الجزء الخاص بيه الجاسترو انتستاينال اللي هو السالمونيلا والشيجيلا واليسينيا والكومبيلوباكتر. اخر حاجه اللي هي السيرجيكال، المجموعه 5، ودي بتشمل البايباس. طبعا اهميتها دلوقتي يمكن كانت زمان ليها اهميه عشان الكوليكتومي، دلوقتي علشان عمليه السمنه، وكتير جدا بيعملوا بايباس لبعض اللوبس في الانتستين. طبعا ده هيبقى فيه انرت لوب، والانرت لوب ده هيغير شكل البكتيريا الفلورا اللي موجوده في الجات فلورا، وبالتالي ده ممكن يعمل لك ارثروباسي او يعمل لك ارثروباسي. وهنا احنا عندنا دلوقتي 5 مجاميع من الامراض اللي ممكن تؤدي الى انترايتس اسوشيتد ويز ارثروباسي. تعالوا نبدا باول مجموعه اللي هي الاوتو اميون ديزيز اللي كود بي اسوشيتد بي ارثروباسيس. نحط معاه السكلوديرما؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. طب ده السكلو ده انت حاطه قدامك اهو، ده انت حاطه 600 مرض، ده انت حاطط الاوروفارينكس وحاطط اسوفاجس وستومك وسمول انتستين وحاطط الريكتم وحاطط الليفر، ليه ما اعتبرناش السكلوديرما واحده من الانتيلوباسيك؟ اولا لان هو اصلا سكين ديزيز وبينتمي لمجموعه ديفيوز كونكتيف، وما هواش جاسترو انتستينال ديزيز، لا ده واحده من كومبوننت من ضمن مشاكله انه بيعمل انديوريشن وفايبروزيس وهاردنينج للتراك بتاع الالمنتري، وبالتالي ما ينفعش اقول عليه انه هو انتيلوباسيك ارثروباسي. طب ممكن احط الفاميليال اوتو انفلاماتوري ديزيز اللي هي على راسهم الفاميليال ميترينال فيفر؟ لا، ده هيريديتري ديزيز افكتنج الشست وافكتنج الجي اي تي، افكتنج البرين، افكتنج الجلد، وبالتالي ما هواش مرض جاسترو انتستاينال، ده جزء منه. وعلى فكره حتى الجزء الانتستاينال بتاعه ما بيعملش انترايتس، ده بيعمل بيريتونايتس وبيتجمع حبه فلويد، وباثولوجيكالي ملوش اي علاقه بالجاسترو انترايتس، وبالتالي العيان بتشتكي من ابدومينال بين، انها ملوش اي علاقه بالجاسترو انترايتس او الانترايتس بالذات. طيب هل ممكن احط معاه الكوازاكي ديزيز؟ ما احنا في 30% بيشتكوا من كولون فيه، طب ما تحطه معاه؟ ما ينفعش. ليه؟ ده بينتمي لمجموعه مهمه جدا اسمها فاسكولايتس. في موجود معايا دايريه، ودايريه مهمه جدا بالنسبه لي في الانتريك في 50%، بس في عندي كاف 35%، في عندي ارثرايتس، يعني في حاجات كتير جدا من الانتيلوباسيك. ايوه، بس هو اساسا عباره عن فاسكولايتس، وده المين ليجن بتاعه، ما هواش انترايتس، وبالتالي ما اقدرش احط الامراض دي. كده دلوقتي الى حد ما انت فهمت معايا انا ليه حطيت الانتيلوباسيك هم ستول بس. اول مرض اتكلمنا عليه قلنا في المجاميع اللي احنا قلناها هو الاوتو اميون ديزيز، وفي 3 امراض او 4 امراض: الكرونز والاسيراتيف والكولاجينس ليمفوسيتيك. طيب انت بتعيد الكلام ده لوته تاني، يعني احنا لسه قايلين الكلام ده، طب بتعيده ليه تاني عشان تقوله؟ عشان اقول لك العلاقه السببيه. ادي الانتيلوباسيك ارثروباسي،
يبقى أنا عشان أشخص المرض دون لما يجي العيادة لازم يكون قدامي الكومبوننتس دي. نمرة واحد يكون في انترايتس تكون موجودة في الهيستوري، تكون موجودة كوينسن، تكون موجودة في العيان وقتها، تكون جات العيان بلا في البريزنت هيستوري أو في الباست هيستوري، أو العيان بيقول لا ده أوريدي موجودة عندي دلوقتي، ويكون معها أوريدي أرثروباسيس ويكون في علاقة بينهم. هو بيزيد مع الجاسترو انترايتس، بيزيد مع الدايريا، بيقل مع الدايريا، هل هو واحد منهم؟ إذن لازم تجاوب على الأسئلة دي. ليه؟ لو أنت ما جاوبتش على الأسئلة دي مش تعرف تعالج العيان، مش تعرف تحط خطة علاج مناسبة ليه. لازم سعادتك تعرف الانترايتس مع الأرثروباس اللي قدامك دول هي علاقة سببية ولا مجرد الاثنين منطلقين من مرض واحد، ولا الانترايتس هي أدت بعد كده إلى أرثروباس. الحاجة الثانية زي ما قلنا قبل كده، هو افتر ولا ويز ولا بيفور. الحاجة الثالثة قلنا عليها على الشمال اهي وقلتها في السلايدز اللي قبلها. طيب هنتكلم طبعا على كل واحدة من دول لوحدها، ودي انا اتكلمت عليها تاني، هي جت تاني هنا ليه تاني. طيب مش معنى الاليمنتري تراكت، مش معنى قلنا الانتيروباسيك ارثروباسي، ليه ما قلناش اوكيلر ارثروباسي مرض في العين وبعدين ادى الى، طب ليه ما قلناش ديرمال ارثروباسي؟ هو في عندنا كتير قوي سكين ديزيز وبيؤدي الى، لا الحقيقه ما شفناش مرض في العين يمتد الى المفاصل، ما شفناش مرض في الجلد يمتد الى المفاصل. طيب مش معنى الاليمنتري تراكت عشان الاتي، اولا لان الهيومن نيوتريشن ليه علاقه وثيقه جدا بالارثروباسي. الحاجه الثانيه ان الجت مايكروبيوم او الجت فلورا ليها علاقه وثيقه جدا بالايميون سيستم، الايميون سيستم ليه علاقه وثيقه جدا بالارثروباسيس او الاوتو ايميون ارثرايتس، وبالتالي الجهاز الوحيد في جسمنا اللي ليه علاقه مباشره بالارثرايتس ويتسمى المرض باسمه هو الاليمنتري تراكت. تعال نشوف حب التفاصيل اكتر للاليمنتري تراكت ممكن يكون ليها علاقه. طبعا انا مش هقدر اخش بالتفصيل على المايكروبيوتا او الجات فلورا، انما بالتاكيد اول خط دفاع موجود عندي اهم يمكن من الجلد لانه بيتعرض لي حاجات اكتر سوء من الجلد هو الجاسترو انساينال تراك الابيسيليم بتاعه، الفلورا اللي موجوده عندي في الانتستين بتاعي في الكولون، دول اول خط دفاع ليا، هم اللي بيدافعوا عني وهم اللي بيقدروا يعملوا ريزيستنس. الخط الدفاع الثاني هيبقى الابيسيليم. اذا انا الجاسترو انساينال تراكت او الاليمنتري تراكت ده اول خط دفاع ليا. شوفوا المنظر العجيب ده، بص خط الدفاع بالنسبه لليومن بتاعي موجود فيه الجات مايكروبيوتا، بعد كده في الابيسيليم، بعد كده عندي بين الابيسيليم زي ما انتم شايفين كده ادي دينتريتك سيلز وادي الماكروفاج، لو نزلنا تحت شويه هنلاقي باير باتشز، بعد كده هنلاقي فيه ليمف بلامبس. اذا انا عندي اربع خطوط دفاع موجوده في الاليمنتري تراك، كل دول كل واحد منهم لوحده ممكن ينتج نوع من الارثروباسي. الجلد فلورا بيقول له مجزمه مكتوب قدامه كده هو اول خط دفاع ليا، وبالتالي اي مرض هيؤدي الى اي لخبطه في الجات مايكرو فلورا بالتاكيد هيؤدي لك الى روماتولوجيك ديزيز. زي ما انتم شايفين كده على فكره عدد الخلايا بتاعه البكتيريا اللي موجوده في الاليمنتري تراكت تساوي تقريبا 10 مرات قد عدد خلايانا. يعني لو انا مثلا جسمي بيحتوي على تريليون خليه، فانت عندك في الاليمنتري تراكت اكتر من 10 تريليون خليه. وبالتالي فكر هذا القدر المهول من البكتيريا، وكلها على فكره مش نافعه، في منها جزء ضار، ممكن ياثر ازاي على الاليمنتري تراكت. ادي خطوط الدفاع بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها. لما هنشوف في الاسهم دلوقتي هتشوف في سهم رايح للابيسيليم، في سهم تاني، حتى كميه الميوسين اللي موجوده بين الفيلاي بيبقى ليها دور في السكريشن. واحنا هنا بنشوف زي ما شايفين الاطفال بيبقى ليهم شكل معين بالسينا، بعد كده عند الفطام بيتغير شكل الجاسترو انساينال عشان بدا يحصل اشكال جديده من الطعام بتخش جوه، وفي الاخر بيجي الادلت وبنشوف الخطوط الدفاع ورا بعضها. ادي اربع خطوط دفاع، الفلورا، بعديها الابيسيليم، بعديها سب ابيسيليم، وفي الاخر خالص الباير باتشز بما تحتويه من الليمف نودز.
من الحاجات العجيبة جدا دلوقتي اللي بتدرس الحقيقة في العالم كله، تصوروا انتوا ان احنا عندنا فلورا موجودة من اول الماوس لغاية الإناث. الفلورا دي الحقيقة مش موجودة بس في الحتة دي، لا دي موجودة في اي سيستم ليه اتصال بالانفايرومنت. يعني ايه؟ يعني في فلورا مخصوص للريسبيراتوري تراكت من اول الماوس بارتو لغاية الالفيولاي، في فلورا تاني للجينيتو يورينري، على اساس ان الجينيتال تراكت واليورينري متصلين لغايه الكدني من فوق بميوكاس ممبرين، والجزء الثالث اللي هو الجاسترو انتستاينال، وعلى فكره هم دول مصادر الانفايرومنتال فاكتورز في الانتر اكشن بينها وبين الجينومز بتاعنا عشان تعمل اوتو اميون ديزيز. زي ما احنا شايفين كده، تصوروا بقى ان الفلورا اللي موجوده في الماوس غير الفلورا اللي موجوده في السرات، غير اللي موجوده في الاسوفيجاس، غير اللي موجوده في الاستومك اند سو اون. اذا نوع الفلورا، وعلى فكره في دلوقتي معامل كبيره جدا شغاله دلوقتي تعرف نوع الفلورا في كل بيئه. يعني بتاع انجلترا اللي بيتولد الفلورا بتاعته اللي موجوده في الماوس، وعلى فكره ده لقوا كمان ان في الماوس على اللبس غير اللي في الماوس في الاخر عند اتصال الاوروفانكس، وبالتالي عندنا يعني عالم كبير جدا وطب جديد اسمه المايكروبيوتا وعلاقتها بالاوتو اميون ديزيز. ايه ده؟ حاجات كده في الحقيقه انا كنت مره قاعد، والحقيقه كان في موضوع مهم جدا جدا شغال فيه على الاوتو اميون ديزيز، وبعدين قلت اريح شويه فلقيت موضوع لذيذ قوي، موضوع جميل قوي اللي هو موضوع بتاع المايكروبيوتا وعلاقته بالاطفال وقت الدليفري. تصوروا بقى موضوع لذيذ كده وشيك قوي، اللي هو هل هناك فرق بين طفلة ولد سيزيريان وطفلة ولد طبيعي؟ طبعا. تصور طبعا زي ما قدامكم، اقعدوا بقى ذاكروا انتوا، بس انا هقول كلمتين كده. على فكرة هي شيماء عبد العاطي بتحب اول حاجات دي، خدت بالك؟ فانا يمكن جبتها يمكن عشانها، هي واميرة بيحب اول حاجات الانترستنج اللي هي الاي بي جينيتكس دي. تصوروا بقى الاطفال اللي قدامكم دول عشان اتولد طبيعي ومشي في النورمال باس واي بتاعه، ده ادى لان هو خد الفلورا العادية بتاعته. هذا الطفل مع اللبن بتاع الأم عملوا فلورا طبيعي، بقى عندهم كمية مقاومة غير طبيعية، والديفلوبمنت بتاع الإميون سيستم بتاعهم بقى على أعلى مستوى، وبالتالي بقوا عندهم ريسيستنس للهيريديتري أند مونوش ديزيز، على عكس الطفل اللي اتولد سيزيريان. الطفل ده زي ما قدام كده شايفين في الحتة اللي على الشمال دي، الطفل ده خد ستاف وخد السافيلوكوكس بدل ما ياخد فلورا تانية خالص من الباسج النورمال بتاعه، وبالتالي خد بكتيريا تانية خالص، ده اثر بعد كده على النورمال جات فلورا بتاعته، وبالتالي الطفل دون بقى عرضه للامراض ومن ضمنهم الانفلاماتوري باول ديزيز. عشان كده ظهرت علم جديد تاني او طريقه جديده ناس كتير بيدوروا منها. طب حد يقول لي طب ما ممكن بعد كده احنا ممكن نضيف فلورا تانية؟ ما ينفعش. ليه؟ دايما الفيرست انهبيتانس ده او المستقر الاول او الساكن الاول بيمنع اي حد تاني ان هو يجي. بمعنى ان انت عارف لو مليت الكوبايه نص الكوبايه من تحت ميه وبعدين عايز تغير نص الكوبايه تحت وتملى الكوبايه، ما ينفعش. خلاص نص الكوبايه اتملى من تحت، انت ممكن تضيف حاجه تانية من فوق، انما صعب جدا تشيل الاصل اللي حصل فيه الكوبايه. طب عايزين حل للمشكله دي. الحل للمشكلة دي ان الطفل لازم يعدي عن نورمال باسوي، فعملوا حاجة اسمها فاجينال سيدينج. طبعا باين من الكلمة معناها جدا ان هو يتعرض للفلورا اللي موجودة في النورمال باسوي اثناء النورمال دليفري. واخدين بالكم طبعا الكلام ده محرم تماما ان يتعمل عن طريق الاب والام، ما يعملوش الكلام ده ابدا، ده يتعمل عن طريق طب. والحقيقة لسه التجارب موجوده عليه ان هم ياخدوا الطفل اللي اتولد بسيزيريان وبعدين يعملوا له فاجينال سيدنج، ده بالتاكيد بيقولوا ان هو هيساعد كتير جدا ان الطفل ياخد النورمال فلورا، وبالتالي هيديني مايكروبيوتا صح، وبالتالي هيامن لي الطفل دون جدا الايميون سيستم بتاعه، لان الفلورا اللي موجوده في الجاسترو انتستاينال مسؤوله عن اكبر جزء من الايميون سيستم موجود عندك اللي هو تحت الابيثيليوم بتاع الجاسترو انتستاينال تراك. تخيل كده زي ما بقول لك
10 مرات عدد خلايا وتحتيهم رقم مهول من السيلز الدنتريتك والليمفوسايت والبلازما سيلز و وبالتالي بشكل جزء مهم جدا جدا من الديفلوبمنت اوف ايميون سيستم. وبالتالي كانوا بيدوروا على ان احنا لازم نوفر لاطفالنا الفلورا. طيب كلينيكالي بقى من بره خالص في علاقه وثيقه بين الاثنين. في واحد اسمه سميث سنه 22 بنتكلم على 100 سنه ورا لقى ان العيانين بتوع الروماتويد بيتحسنوا لما يتعمل لهم كولكتومي. سنه 35 هانك قال ان بيحصل فلير لما بيحصل انترايتس من اي نوع. 64 الاي ار اي قالت ان الانتيروباسيك ارثروباسي دي انت لوحدها ولازم ادرسها لوحدها. سنه 76 رايت ومول بتوع امستردام بتوع هولندا الاثنين حطوا مجموعه اللي احنا مشهوره جدا عندنا اللي هي السيرو نيجاتيف سبونجيلو ارثروباسي واللي هنحط فيها الانتيروباسيك ارثروباسي كجزء منها. دول الخمس مجاميع بتوع الانتيروباسيك. هنتكلم على اول واحد فيهم اللي هو الانفلاماتوري باول ديزيز. هي الساعه كام هو دلوقتي؟ انتوا لسه معانا يا جماعه ولا كده خلاص؟ حد يرد عليا يا جماعه؟ سامعين حضرتك كويس يا فندم. كمل يا بيك. يا فندم انا جات لي رساله اثناء المحاضره بتاعت حضرتك ان الـ ان الميتنج هاز نو لونجر تايم ليميت. بجد والله؟ اعتقد بسبب بسبب المشاركه او حاجه زي كده يا فندم تقريبا. انت رائع يا حبيبي. خلاص نكمل بقى. ابراهيم ربنا خليك تابع ولو في حاجه قول لي نبهني. حاضر يا فندم. مع حضرتك. يلا يا جماعه المعدل كده ولا اسرع شويه؟ لا عادي يا بيكمل. كمل زي ما انت كده. كويس يا فندم. كويس. معقول الريت ده ولا كده يعني كروته؟ لا تمام. لا حلو قوي. على الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا المحاضره. هتكلم على اول ممبر في الانتيروباسيك ارثروباسيس. هنتكلم على انفلاماتوري باول ديزيز. طبعا زي ما الدكتور محمد العدل في الاول خالص كان بيقول في صفات احنا عايزين التكات مش عايزين موجود في الكتاب. عنده حق مليون المية. مش معقوله نفضلي نفسه عشان اقرا له اللي موجود في الكتاب. لا انا هقتطف حاجات معينه تساعدني الى حد ما ان انا افهم طبيعه المرض. انتيروباسيك ارثروباسي معناها كرونيك انفلاماتوري ديزيز افكتنج السبايك. ثانك يو فيري ماتش. عندك حاجه تانية؟ هم مرضين ما فيش غيرهم. حاجه بنسميها السيراتيف كولايتس وحاجه بنسميها كرونز. يا عم احنا كلنا عارفين الكلام ده. طيب نزود حاجه شويه نقول ان الاسباب بتاعتها هو جينيتك سسبتيبيليتي. تاني حاجه ديس ريجوليشن في الايميون سيستم. تالت حاجه environmental angines. طب دي تفيدني بايه؟ تفيدك ده بقى اللي احنا عايزين نقوله انك لما تعرف ان المرض ده ليه 3 كومبوننت يبقى لازم سعادتك لما تيجي تعالج بثلاثه كومبوننت. مش فاهمين يعني دلوقتي انا بقول فيه environmental factor. هل من العدل ان انا عيان بقول فيه environmental factor واديله علاج انتي انفلاماتوري للانترايتس وانسى الانفايرمنتال فاكتور؟ هل من العدل اصلح الانفايرمنتال فاكتور وانسى regulation of immune system؟ هل من العدل ان انا انسى ان العيان ده genetic susceptible ولازم اهدي الايميون سيستم بتاعه؟ اذا لما بفهم ان المرض ده ليه 3 كومبوننت متدخلين مع بعض زي ما انتم شايفين في الصوره اللي على اليمين تحت ديا يبقى لازم اخد بالي ان توجيه للعلاج بتاعي لازم يتوجه. وده الفرق بين روماتولوجيست والتاني او immunologist والتاني. واحد فاهم العيان بيشتكي من دايريه. يا عم اديله constipating agent. يا ابني اهدى شويه. constipating agent ايه بس؟ مش نعرف الدايريه سببها ايه؟ هي بلادي مش بلادي؟ البلاد ده جاي منين؟ جاي من اول الاستومك ولونه براون ولا جاي من الاخر فريش بلاد ولا في النص متاخد من انتستين ولازق؟ وبالتالي هل هو استياتوريا؟ هل هو بوست اوبستراكتيف؟ هل هو بري اوبستراكتيف؟ وهكذا. زي ما احنا شايفين الصوره اللي على الشمال بتقول لي ان الكرونز والارثيراتيف كولايتس. الكرونز ده مرض طويل جدا واخد الجي اي تي زي ما انتم شايفين كله تقريبا. هو اكتر حته بيحبها حمراء جدا زي ما انتم شايفين جدا اللي هي الاليوسيكل اللي هو اتصال الاليوم وهو داخل السيكم. دي اكتر حته الارثيراتيف كولايتس بيحب قوي الدسم تكون اكتر حته فيه. والكرونز طبعا ممكن ياخد من الاول خالص وممكن اب تو ماوس اند سو اون. طيب هل ممكن تفرقه بين الاثنين؟ في منتهى السهوله المرضين سهلين جدا بس مش شرط يكون فيهم كلهم. طيب هل انت محتاج تقول لنا محاضره كامله على الانتيلوباسيك ارثروباسي او الانفلاماتوري باول ديزيز؟ محتاج. لما تعرف ان اب تو 3% من المناطق الحمراء او البنفس النبيتي اللي فوق اللي هي تقريبا بتاخد الاسكا وكندا وبتاخد شمال اوروبا زي ما انتم شايفين كده اللي هي بتاخد فنلندا وبتاخد معاها الاسكندنافيانز. المرض منتشر جدا 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 وفيري هاي. اذا هلاقي قدامه فيري هاي انتيلوباسيك ارثروباسي.
انا حاطط بقى علامه حمراء على مين؟ على نو داتا. خدوا بالكم ان الخليج عشان مننا في كتير جدا بيسافروا الخليج، في جزء كبير جدا من الناس اللي هناك الانفايرمنتال فاكتورز وجينيتيكالي زي قصصته، وبالتالي عندهم لون اخضر هنا وبالتالي في المرض موجود عندهم. للاسف عندنا في مصر هنا طبعا العيب مننا احنا ان احنا ما عندناش لغايه دلوقتي داتا تقول انا عندي قد ايه. ينفع تلاقي كل واحد بقى فينا عنده اللي يرضيه. الحقيقه انا فاكر حاجه مهمه جدا على انفيماتوري باول. كنت مره في انجلترا مع واحد مشهور جدا هفتكر اسمه دلوقتي، كان بيقول الناس بتوع الناس اللي مع انجلترا اسمهم ايه، الفرانكفون وبتوع انجلترا اسمه كومنولث. مجموعه الكومنولث دي مجموعه الدول اللي كانت موجوده مع انجلترا في المستعمرات الانجليزيه. انجلترا مفتوحه لدول الكومنولث وعلى راسهم الهند وباكستان. المرض دول لو تبص هنا هتلاقيه قليل جدا 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 في باكستان، تقريبا مش موجود. واخدين بالكم الناس دول لما راحوا انجلترا بدا يجي لهم كرونس وبدا يجي لهم اثرات في كرايس. فالحقيقه اندهشوا جدا جدا جدا، ليه ده المرض ده مش موجود والناس دي تقريبا ما تعرفش المرض ده ومش موجود عندهم في بلدهم؟ ايه اللي خلاهم لما جم انجلترا بدا يجي لهم؟ دوروا في الموضوع لقوا ان الانفايرمنتال فاكتورز اللي موجوده هنا ان الناس دول بياكلوا اكل ما كانوش متعودين عليه. الناس دول ما بلادهم كانوا بياكلوا الاكل من الارض، يعني بياخدوا الخير بتاع الارض زي ما هو، بياكلوا الحبوب كامله، بياكلوا القمح كامل، الرز كامل، كله بقشره، فبياخدوا الفايده كامله. الاغذيه اللي موجوده في انجلترا كانت بيوريفايد، بياكلوا السكر اللي هو عامل زي السكر اللي بنسميه كريستالز، غير السكر بتاعنا احنا اللي هو السكر البني. وبالتالي الناس دول تعرضهم للانفايرمنتال فاكتور اللي هو بيوريفايد فود ادى الى تغيير الميكروبيوتا بتاعتهم اللي موجوده في الالمنتري تراكت، وبدا يظهر لهم في الانفلاماتوري باول ديزيز. دي قصه كده حبيت احكيها لكم. قد كده الانفايرمنتال فاكتور ممكن يكون مهم لإليسيتنج اي مرض. للاسف انا ما عنديش داتا، يبقى لازم اخد بالي ان هو ممكن يكون منتشر. تعالوا نفكر، احنا اتكلمنا على الباترن اوف ارثروباسي وقلنا ان الباترن بتاع الانفلاماتوري باول او الانتيروباسيك بيميل اكتر انه يكون اكزيال وبارا اكزيال. طيب بالنسبه لنا احنا هنا الباترن